إذا كان لديك الاختيار لتلحن لأحدهما تختار سعد الصغير أم شعبان عبد الرحيم؟ الاثنين أبلغ عنهم البوليس. طيب. رغم أن أنا لاعتمدت سعد الصغير جالي كان صيد وكنت في أمريكا فجيت فجالي أنا غالبان أنا تعالى اليوم الثلاث جاي يوم الثلاث اللجنة قال ده صيد قول آخر نكتة فقال آخر نكتة قلت له قول من لوك قال جزء من إسماعيل ياسين كتبت قلت غناء خفيف هو طلع في التلفزيون قعد يدعي له وربنا خليه ولا علمك سعد الصغير ملك الأفراح ما فيش فرح يتعمل العروسة ما تبقاش اتجوزت إلا جاي سعد الصغير ليه؟ معاه 50 ولد غلابة شغالهم كلهم معاه فربنا بيرزقه والستات العواجيز الحموات ناحيتين إذا ما جاش سعد الصغير ما تبقاش بنتها اتجوزت أو ابنها اتجوز طيب كويس هتبلغ البوليس عنه ليه؟ إيه؟ هتبلغ البوليس عنه هبلغ البوليس على إن ما يحدث ده شيء وده شيء طيب؟ الأخ شعبان لسه كان في حالة بقول لك حلم بكر إذا ما لقاش حد يشتم ويشتم نفسه طيب. الله ده أنت بالك 20 سنة بتقول هي المرة جاي هقول لك الشتيمة هتيجي إزاي وبعدين ما تستغلش حب الناس طب ليش المرة الجاية هتقول له يعني لأن دايما بدي فرصة المرة الجاية ما حبش تعاقب دلوقتي إنما العقاب اللي جاي هيبقى عسير ليه التزم حدودك وانا ليا لا تجبرني ما انت سيبه كمان ما انت مش سايبه انا لا أكره. هو بيقول لك انا ما بتكلمش عليه ما هو بيقول لك عمي حبيبي انا ما بتكلمش عليه خالص ولكن البرامج اللي بتيجي دايما يربطه طب ما دام بتربط لا انا اللي اتعامل مع عبد الحليم ونجاة وفايزه وورده وكل المطربين والمطربين العرب لما مش قالوا لي في حاله طب ما تلحلين قلت لهم هاتوا سباك هل ده معنى كده في ناس بتحبهم يحبوا بعض إنما أنا كمسؤول رئيس لجنة استماع إذاعة وتلفزيون وبرأس مهرجانات ولسه جاء مهرجان في حال خيرت بين شعبان وبين سعد نعم في حال خيرت يعني بين تلحن لشعبان أو سعد لمين بتلحن لده ولا ده لده ولا ده هقول لك حاجة أنت هتلبس بدلة ضيقة ليه طالما قدامك البدلة اللي على مقاسك ما لقيتش بدلة على مقاسك اتطيرت هطلع عريان هطلع عريان وأحلف وأقف كده وملبس أي بدلة